ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه صحينا من النوم <applause> وزبطنا البيت وزبطنا الدنيا وكان في كم شغل مستعجل عملناهم والنهارده بقى رجعت تاني لما يسمى الجرين جوس او العصير الاخضر وهو عصير الخضار السلري الكرفس التفاح الاخضر السبانخ الكيل مش عارفه الكيل يعني ايه دلوقتي بالانجليزي بس المهم ان هو مجموعه خضروات مضروبه في بعضها طبعا الطعم صعب خصوصا في الاول لكن بعد فتره الواحد بيتعود على الطعم وبيبقى ظريف الفايده الكبيره قوي من العصير الاخضر دوت بصراحة الواحد يضحي بأي طعم قصادها فيتامينات كتير جدا جدا كمية مركزة من كل الحاجات المغذية الجميلة اللي الواحد محتاجها ففي بداية الموضوع بحب أحط خضار مع فواكه <applause> علشان الطعم بيبقى صعب قوي يعني شويه السيلري لوحده الكرفس لوحده في حد ذاته معقول مش مش وحش قوي بس لما نحط عليه بقى الاضافات التانية والحاجات التانية كان الواحد بيشرب شوربة خضار مضروبة برد كمان فحطينا عليهم شوية حطيت كم عينة صغيرين مش كتير بس لمجرد الطعم تفاح اخضر فده اداله طعم حلو قوي وجوز شرب معايا وابني ابني تاني مرضاش قال لي لا انا مستعد اكل كل الحاجات دي كده لكن ما اشربهاش عصير فدي برضو حاجة كويسة كنت بعملها زمان وبعدين توقفت وبعدين رجعت بقى ايه تاني ليها يعني شوية حاجات تزود المغذيات الطبيعية اللي بتدخل جسمنا ودلوقتي عايزه اكمل معاكم اسرار الحياه الزوجيه والاسريه السعيده في مرتين قبل كده اتكلمت على خمس نقاط وخمس نقاط مش هعيدهم لكم تاني لكن هتلاقوا الفيديوهات دي انا حاطاها لكم حتى دي اعتقد بحيث ان انتوا تشوفوها النهارده هنكمل من نمره 11 لرقم 16 اول نقطه اللي هي رقم 11 هو ان سر من اسرار الاسر السعيده ان يكون ليهم بروتوكولات للتعامل في المواقف المختلفه والبروتوكولات دي ممكن حاجات نتفق عليها من البدايه وممكن بروتوكولات تبتدي تبان واحده واحده لما تمر علينا مواقف يعني مثلا آه آه مامتك قالت لي كلمتين وضايقوني اعمل ايه في الموقف ده نتكلم ما ترديش عليها انا هبقى اكلمها بين وبين بيني وبينها مش عارف ايه الكلام ده آه مثلا آه ولد من الولاد جه يطلب فلوس انا في مثلا قاعده بيني وبين جوزي ان ما فيش حد فينا يدي للولاد فلوس التاني مش عارف عنها كل ما يتعلق بالمصروف وبالمصاريف لازم انا وهو نكون على درايه عشان كده انا بصراحه يعني بقى على الامهات اللي بتدي اولادها فلوس من ورا الاب خصوصا في مرحله المراهقه الابن عايز ياخد فلوس كتير عايز يروح ويجي ويعمل في نفس الوقت هو قليل الادب مش واخد باله من مستقبله بيعامل الام والاب آآ آآ وحش نقوم نكافئهم على السلوك الوحش بان الام تديله فلوس من ورا بابا فده شيء مرفوض تماما سي مثلا الزوج هيتاخر في الشغل يبقى في اتفاق بروتوكول يعني اتفاق بينا ان لو انت هتتاخر في الشغل ابعتلي لي مسج مش لازم تتصل بيا وتقولي وتاخد الاذن والكلام ده مفيش الكلام ده ولكن ياخد يعني يعني يديني فكره ان هو هيتاخر انا مثلا لو بزور حد او لو بعمل شوبينج او لو في شغلي انا كمان كنت في شغلي بتاخر احيانا يبقى في اتفاق ان لو هتاخر لو هيحصل حاجه هبعت مسج او هتكلم في التليفون والله انا هتاخر النهارده وهكذا البروتوكولات دي او الاتفاقات دي لما تمر علينا مواقف مختلفة نبقى عارفين هنتصرف فيها ازاي وايه هو المتوقع من كل طرف وهذا التصرف مقبول من الطرفين لو مش مقبول من الطرفين نبتدي نتكلم ونقول لا الموقف ده ما عجبنيش ليه عشان كذا وكذا وكذا طب لا ده الموقف ده ما عجبنيش ليه عشان كذا وكذا وكذا طب نصلحه ازاي نغيره ازاي كل ما يعدي علينا موقف نحط بروتوكول من بروتوكولات التعامل كل ما نتحط في 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 مشكله او في ازمه او في حاجه تعمل تازم في العلاقه اللي بيننا نقعد ونتكلم ونحط لها بروتوكول واتفاقيه للتعامل بكده يبقى يعني كل واحد فينا يعني ماشي على هدى مش ماشي كده يخبط يعمل اللي يعمله اه الراجل مثلا هيتاخر اه بابايا مثلا ما كانش له مواعيد ماما بتحكي لي في اول جوازهم كانت تعمل الاكل وتقعد تستناه وتبقى هتموت من الجوع وتبقى مش قادره هتعمل ايه فبابا قال لها لا بصي انا ماليش مواعيد وفي احيانا اجتماعات وحاجات بتاخد من وقتي الساعه كذا كلي لو انا جيت هاكل معاكي لو انا ما جيتش خلاص مش مشكله لما اجي عشان كده كنا متعودين ان احنا ساعه الغدا ده كنا احنا وماما بس بنتغدى بعد ما بيجي بابا وماما تسالناها حد عايز ياكل حدش عايز ياكل اما نقولها مش عايزين ناكل تبقى هي قاعده جنبه مش بتاكل اه لان هي اكلت خلاص الحمد لله بس قاعده جنبه بيتكلموا بيحكوا مع بعض بيتسالوا عن يومه بيقولها لها الكلام ده كله ولكن هي مش منتظره انا مثلا لما جوزي يتاخر في الشغل انا في ايام معينه مثلا في, في الاسبوع كنت بدرس في جامعه عن بعد وكنت باجي كمان بالمواصلات ما كنتش ب... كانش عندي عربية فلما كان يحصل الباص يتأخر الكلام ده كنت ابعت مسج انا متأخر خلاص ده شيء مقبول لو انا قاعده مثلا عند عند صاحبتي والقعده حلوت وطولنا ببعت مسج انا قاعده شويه كمان والمواقف بتعدي المواقف بتاعت الولاد ما يجيش مثلا يقولي ماما انا عايز جيم أه وانا اقول له لا يقوم يروح لبابا يقول له انا عايز جيم يقول له ماشي اوكي لازم يكون في اتفاق بيننا احنا الاثنين على اه كل ما يتعلق اه بالولاد وفي بروتوكولات وازاي ياخد الاذن ولو اه ما يجيش يقول لي حاجه وما يخبيها على بابا والكلام ده كله فالنقطه ال11 هي ان لازم يكون في بروتوكولات للتعامل ما بينا على حسب المواقف المختلفه اللي هتصادفنا نيجي بقى للنقطه الثانيه وهي برضو مكمله الى حد ما كل الحاجات مكمله بعض وهي الاتفاق على المسؤوليات اه انا بتكلم على ما هو ابعد شويه من مين هيطبخ ومين هيغسل ومين هيكنس ومين مش عارفه هيودي الزباله والكلام ده ولو ان في خاصة لما تبقى الاسره لسه جديده لسه اتنين بيتعرفوا على بعض الـ الـ الشاب جاي من بيته ما تحملش اي مسؤوليه مامته مخلتوش ما يعمل اي مسؤوليات جاي فاكر انه هيقعد طول النهار في الاوضه بتاعته يلعب جيمز زي ما كان بيعمل في بيت بابا لان مامته ما كانتش بتحمله مسؤوليات فجاه بقى في بيت وبقى راجل مسؤول عن هذا البيت شيرة الطلبات مين هيشتري ايه منين او هنشتري مع بعض ولا لا آه لان انا كنت بشتغل وجوزي كان بيشتغل فشيرة الطلبات كان بي بيبقى في الويك اند وكنا بنبقى مع بعض ومع بعض بنقرر ايه اللي احنا محتاجينه من بقاله ايه اللي احنا محتاجينه من لحمه ايه اللي احنا محتاجينه من خضار ونشتري مع بعض في اوقات هو كان بينزل لوحده لو انا مشغوله او لو انا بعمل حاجه في اوقات تانيه انا اللي كنت بنزل كنت وانا راجعه من الشغل اعدي لو عندي وقت اعدي اجيب طلبات البيت وارجع وهكذا بس كان في اتفاق في اسره مثلا كانوا بيتخانقوا ان البنت كانت متعوده ان باباها هو اللي بينزل يشتري كل طلبات البيت هي كانت مع اخوات بنات ما كانش الاب بيخلي لا الام ولا البنات ينزلوا يشتروا اي طلبات من طلبات البيت فلما اتجوزت جوزها بقى مش متعود بقى يشتري طلبات البيت اصلا خالص ما يعرفش مين اصلا كان في بيتهم بيشتري طلبات البيت فابتدى يبقى دي مشكلة وخناقة إيه البنت مش عايزة تنزل والولد مش عايز ينزل والبيت لازم <applause> يبقى فيه خضار وفاكهة وبقالة وحاجات زي كده والحل كان بسيط جدا انا قلت لهم بصراحة انزلوا انتوا الاتنين مع بعض ويعتبروها نوع من ان احنا بنفهم بعض وبنعرف بعض وبنقضي وقت مع بعض زياده وما تحولوهاش لخناقه ولا مشكله ولا الكلام ده هو ده بيتكم انتوا الاثنين ودي احتياجاتكم انتوا الاثنين انزلوا اعملوها انتوا الاثنين فالمسؤوليات كمان مثلا انا عمري ما مسكت كيس زباله ووديتوا الزباله مثلا خلاص هو في اتفاق بينا ان جوزي واولادي هما اللي بيودوا الزباله انا معرفش لما تتملي كيس الزباله اندى على اي حد فيهم ودي كيس الزباله في ايه تاني عمري مثلا ما وقفت على إيدين سباك او او اي حد جاي بيشتغل في البيت من اول ما اتجوزنا جوزي قال لي لا انتي خليكي لدرجه ان احيانا لما كان يبقى فيه شغل كتير في البيت والناس قاعده ومطوله كنت انا اخرج إيه لأن إيه خلاص يعني أنا مش هقعد أتحبس في الأوضة جوه ومش هقعد بقى راحة جاية وعايزة يعني خلاص وقت ظريف ممكن ألبس وأخرج وأقابل أصحابي في الوقت ده وأقعد على كافيه وأي حاجة لغاية أما السباكة دي بقى تخلص والدربكة دي يعني خلاص لكن في نفس الوقت مثلا إيه ما, ما طلبتش من جوزي أنه يعمل المواقيم مثلا لكن هو تكرم وتعطف ان هو ممكن يغسل الكوبايات يغسل إيه حاجه مثلا ما توسختش طبق فاكهه كان فيه شويه فاكهه ما اي حاجه بيروح شاطفه على طول وحطه كده عشان يتصفى إيه إيه عمري مثلا ما طلبت منه انه يكنس الارض او حاجه زي كده لكن هو من نفسه المكتب بتاعه هو اللي بيظبطه احيانا بحتاج ان انا افكره اقول له انت مكتبك بقى لك كتير قوي سبته <applause> بس في اتفاق على المسؤوليات كمان لما يبقى في اولاد عندهم مثلا تمارين في النادي مدرس خصوصي مش عارف ايه الكلام دوت في ايام ممكن الاب هو اللي ياخد الولاد ويوديهم في ايام الام تاخد الولاد وتوديهم يبقى في اتفاق على المسؤوليات وما يبقاش الاب معلش يعني قاعد مع اصحابه او قاعد في البيت والام بتعمل كل حاجه من الالف الى الياء ولا ترتضي ده لنفسك على فكره الحياه الزوجيه مشاركه وبعد كده كمان لازم الولاد يدخلوا كمان ويبقوا شركاء شركاء في تنظيف البيت ده شركاء في اقامه هذه الحياه وكل واحد له مسؤوليات وحتى الاولاد الصغيرين انا اتكلمت في فيديوهات قبل كده ان حتى الاولاد الصغيرين ممكن نديهم تاسكس معينه يعملوها خلال اليوم على قد سنهم وكل ما يكبروا تكبر التاسكس دي معاهم فده مهم قوي ان نتفق على المسؤوليات مين يعمل ايه بدون ما يكون واحد متحمل كل حاجه ومضغوط عليه والتاني مش متحمل حاجه خالص النقطة التلاتاشر بقى هي اتخاذ القرار عملية اتخاذ القرار وبعدين القرارات درجات في قرارات عادية انا مثلا من زمان جدا جدا من يوم ما اتجوزت عمري ما سألت جوزي هتاكلوا ايه النهاردة كل الستات واسمع ونكت ومش عارف ايه وكل الرجالة يشتكوا بقى انا قاعدة ايه ده لا لان انا كنت بحط خطة والله احنا هنعمل فراخ لحمه سمك يوم قرداحي فراخ لحمه سمك يوم اورداحي إيه إيه الخضار إيه, ايه انواع الخضار اللي احنا بنحبها بنحب الانواع دي بقى كتب مثلا بسله بالجزر مش عارف ايه كذا 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 رز الرز مع اللحمه احسن الفراخ مع المكرونه احسن كذا واروح عامله انا الخطه دي وابقى متاكده ان الخامات اللي انا محتاجاها موجوده عندي في البيت بعمل الغدا من غير يعني هما بيجوا يقولوا لي يا ماما هو الغدا ايه النهارده النهارده عندنا كذا ايه ما كنتش حابب كذا ما هو ده الاكل ف دي مثلا نوعيه من القرارات مش محتاجين نعمل ونتخانق عليها آه في مثلا آه قرارات اصعب بقى شويه قرارات مصيريه مثلا شوفوا مثلا بتوع التايم شير اللي بيبيعوا تايم شير ليه بيصر ان الاسره كلها تيجي وبيدي جوائز للاسره كلها وحافز للاسره كلها ليه لانه عارف ان ده قرار من القرارات المصيريه ان احنا نشتري تايم شير في مصيف او في قريه سياحيه ده قرار مصيري لازم كله يأثر على بعضه ويحاول يستميل وهو قاعد في القعده يستميل الاولاد ويستميل الزوجه ويستميل الاب عشان ياخد قرار منهم هم كلهم ففي قرارات مصيريه الزوج اللي بينفرد باتخاذ القرارات المصرية دي زوج ظالم ظالم لان من حق زوجته انها تقول والله هنسكن فين هنقعد فين هنشتري عفش شكله ايه هنختار ايه هنعمل ايه لان في النهاية هي عليها دور ومسؤولية ابقاء هذا البيت جميل وحلو هي عايشة في المنطقة اللي هو قرر ان هم يعيشوا فيها آي... لازم في الحاجات دي يبقى فيه بقى ايه اخد وعطى وهات وخد ومناقشة بحيث ان احنا نوصل لقرار الكل يبقى سعيد فيه انا بستغرب جدا انت عايز تاخد قرار وتبقى انت الوحيد الفائز وابنك وبنتك ومراتك زعلانين ومتضايقين وحاسين ان ده حاجه مش كويسه ليه ليه تتعس نفسك وليه تتعس اسرتك وليه تتعس ولادك هتقولي ما بتعسش نفسي لا بتتعس نفسك لما تعيش مع ناس مع تعساء انت كمان راجل بايس إيه الزوجه مثلا اللي إيه ما, ما يعني ودي ده يمكن الافلام العربي على فكره انا بتضايق منها جدا لانها احيانا بتصور إيه ديناميكيه العلاقه بشكل مبالغ فيه شويه إيه ان مثلا يطلعوا الزوج اللي بياخد راي مراته لازم يكون زوج إيه ني نص راجل إيه ملوش كلمه إيه مهان مش عارف ايه مع ان يعني انا يعني جه في حياتي ناس كنت الاقي يقول لي لا 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 انا لازم اقول لها ليه اصل هي اللي عارفه هي اللي بتايد وهي اللي عارفه وعارفه الارقام وعارفه المصاريف بتاعتنا وعارفه حاجات معينه إيه ماما مثلا كانت يعني تعتبر سكرتيره او مديره اداره للاسره كلها بابا عايز يدفع مش عارف ايه تنزل هي اللي تدفع له عايز يبعت مش عارف ايه تروح هي اللي تعمل له تروح تخاطب الجهات الحكوميه تعمل كذا تعمل كذا لان في شراكه بينهم في قرارات القرارات اللي اللي الرجل انفرد بيها اللي بابايا انا شخصيا انفرد بيها للاسف كانت قرارات خاطئة واللي تحمل نتيجتها ماما واحنا وده مش في أسرتنا بس ده في أغلب الأسر لما واحد بينفرد باتخاذ القرار خاصة في حاجات مصرية للأسف للأسف بيتعس نفسه وبيتعس اللي حواليه فلازم يبقى في برضو اتفاق على القرارات المصرية وهنناقشها ازاي وهنتكلم فيها ازاي النقطه الاربعه هي تقدير المهارات الفرديه كل واحد فينا له مهارات فرديه انا مهارتي في تنظيف البيت واداره الاسره وتربيه ولادي بتتدرج انا هنا ماهره جدا جدا ممكن تكون اختي امهر مني في هذا الشيء انا مثلا واحده ما بعرفش اعمل حلويات وما بحبش اعمل حلويات ولما بعمل حلويات لازم ما يكونش فيها خميره <applause> ما ما احبش اخبز حاجه او تكون حاجه سهله كيك ميكس كده احطه افقش عليه بالطين احط عليه كوبايه اللبن واضربه واحطه لكن ما اجيبش انا بقى الدقيق وعاير واعمل بتخرب الدنيا او مثلا صينية كنافه سهله جدا شويه كنافه مفروله واحطهم رقات مع كريم شانتي ومش عارف ايه وخلاص ان انا اعمل بقى مخبوزات ومعجنات وحاجات زي كده اذا ما كانتش سمبوسك جايبه الحاجات بتاعتها خلصانه ما اعرفش اعملها في مثلا ستات تانيين لا شاطرين جدا جدا تخبز تورات وتخبز عيش وتخبز مش عارف ايه والكلام ده دي مهاراتي الفردية ودي مهاراتها الفردية إذا جوزي ما فهمش مهاراتي الفردية وإيه اللي أنا بعرف أعمله حلو قوي وإيه اللي أنا ما بعرفش أعمله حلو قوي هيبقى إيه فيه دايما خلاف وكلاش بين إيه مثلا راجل تاني مثلا يبقى شاطر جدا جدا يعرف يدقدق ويصلح ويظبط ويعمل وبص تلاقيه اي مثلا حنفيه تخرب يروح يصلحها اي مش عارف ايه في راجل تاني معلوش في الكلام ده خالص في مثلا ست حصيفة في إدارة ميزانية الأسرة والكلام ده دي مهارة جوزها لو لقى أن هي مش عارفة قوي يتدخل ويعلمها ويتعلموا سوا إزاي ينموا هذه المهارة فلما نفهم مهارات بعض وده كمان شامل الولاد المهارات الفرديه لكل ابن من ولادنا نكلفه بالعمل اللي هو يجيد عمله أه الحاجه الثانيه كمان ان الزوج يصبر على مراته لغايه ما تتعلم فاكرين في في المتزوجون يا مسعودي ما انت لازم تصبر عليا لغايه ما اتعلم لا نتعلم في الفيلا عند باباكي مش انت كنت بتقول لي نتعلم اه بس طبعا هنا يعني ان هو طماع وعايز يعني يروح يعيش بقى على وش الدنيا وهي عايزه تتعلم وعايزه تعيش معاه وعايزه تبني نفسها حته حته فدي مهارات الطبخ مهاره الغسل مهاره الكنس مهاره حتى العلاقه الحميمه اللي بين الزوجين مهاره ايه تاني الكلام مهاره النقاش مهاره كل دي مهارات تخيلوا كل دي مهارات بنتعلمها واحده واحده ونصبر على بعض ونفهم بعض نفهم مين مهارته ايه ومهارته قد ايه فيها يا ترى انا 50% ولا 60% ولا 70% ونبتدي نتعامل مع بعض في حدود المهارات الفرديه نقطه 15 نقطه حلوه جدا 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 وباكد عليها جدا 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 لانها بتهدم الحياه عدم المقارنة ما تقارنيش بين جوزك وأجواز تانيين ما تقارنش بين مراتك وستات تانيين ما تقارنيش ما بين ولادك وولاد تانيين الحالة الوحيدة بس اللي المقارنة فيها بتبقى كويسة إذا كانت المقارنة بهدف التعلم لما تلاقي واحدة أحسن من مراتك في حاجة ما هو مفيش واحدة أحسن من واحدة مية في المية إيه ومفيش واحدة وحشة أوي مفيش واحدة وحشة مية في المية ومفيش واحدة كويسة مية في المية. أنت شايف الجانب ده فيها إيه لكن مش شايف الجوانب التانية فلو هي فيها جانب أحسن من مراتك ما تقولهاش شفتي شفتي مرات صاحبي فلان الفلاني بتعمل كذا وكذا وكذا إيه سي مثلا مش عارفة عايزة أقول مثل بتعمل طبخه حلوه قوي بتعمل اكل حلو قوي 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 ما تجيش تقول لها شفتي فلان فلانية طعم اكلها حلو ازاي او كذا تيجي مثلا تقولها لها ما تجربي تعملي لنا مكرونه بالبشاميل بس شوفي كده وصفه تخلي المكرونه تطلع حلوه قوي ما تقولهاش بقى شفتي ده فلانه الفلانيه المكرونه بالبشاميل بتاعتها يا سلام فظيعه أو, او مثلا لولادنا. شفت ابن خالك بيعمل ايه وانت خيبان ونايبان وكذا 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 إيه. لما نقارن نقارن نفسنا بنفسنا انا امبارح كنت ايه والنهارده ايه يبقى بكره لازم ابقى احسن من النهارده إيه. لما نقارن ولادنا نقارنهم بنفسهم او نقارنهم باسماء عامه لكن ما نقارنهمش بحد قريب منهم كده هنوغر صدرهم ويحسوا بال, بال... 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 حاجه وحشه الاسوأ بقى ما تقارنش مراتك بممثله او بشخصيه في تمثيليه او 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 حاجه زي كده يعني دي بصراحه ده قمه التفاهه والهيافه انت مراتك اللي اتكعبرت دي لما اتجوزته ما بتصرفش واحد عالميه. من اللي بتصرفه الممثلة لان الممثلة عارفة ان جسمها وشكلها واناقتها وكرفتها والكلام ده هو ده رأس مالها اللي هي بتشتغل بيه لكن مراتك اللي عندها الوقت انها تروح تعمل زي الممثلات ولا تصرف زي الممثلات ولا تعمل زي الممثلات عايزها تبقى كده خف الحمل عنها شوية يوم لما تخف الحمل عندها شويه عنها شويه تلاقي لنفسها وقت انها تتظبط وتتروق وتعمل ماسكات وتعمل مش عارفه ايه على شعرها و... و... وتطبخ اكل صحي وتعمل كذا وتنزل تمشي وت... فعدم المقارنه ده شيء اساسي ما نقارنش حد بحد الا اذا كنا عايزين نتعلم من هذا الشخص ازاي وصل للي هو فيه اخر نقطة بقى هتكلم عنها النهاردة وكان نفسي ان انا اختم حلقة يعني الفيديو النهاردة بنقطة لطيفة لكن هو ده الترتيب اللي انا كتبت بيه وهو الاذى الجسدي زاد قوي 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 العنف الاسري والاذى الجسدي في اسرنا زاد جدا لدرجة بقت بشكل مرضي رجالة بيضربوا ستاتهم ستات كمان على فكرة بيمدوا ايديهم على رجالاتهم اطفال بيتضربوا ويتعذبوا واطفال بيضربوا بعض العنف عمره ما كان بداية في واحد بقى هيجي يقول لي انتي بتكلمي ازاي انتي ما انتيش فاحمة ده, ده, في القرآن واضربوهن اقول لك بقى يا سيدي ليه بقى نزلت الآية اللي انتوا بتتشدقوا بيها واضربوهن الإسلام نزل في مجتمع جاهلية عارفين يعني ايه جاهلية يعني ناس غلاظ القلوب جهلة ما عندهمش رحمة ما عندهمش مساواة ما عندهمش عدل وأكتر ناس كان من أكتر الناس اللي كان حقهم مهان في هذا المجتمع صنفين العبيد والسيدات والنساء والنساء كان في درجات كان في نساء واخدين وضعهم جدا جدا زي مثلا السيده خديجه السيده خديجه كانت سيده واخده وضعها جدا جدا بفلوسها وتجارتها واتجوزت مرتين وطلقت مرتين ومع ذلك كان عندها الجرأة ان هي تطلب ايد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هل تفتكر ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مد ايده على السيده خديجه ابدا مد ايده على اي زوجه من زوجاته ابدا كان يكفي انه يكشر في وشهم يعرفوا ان هو زعلان غضبان طيب لما يجي بقى لمجتمع ابسط حاجه فيه ان الراجل كانوا بيورثوا الزوجات الاب لما يموت زوجاته يتقسموا على عياله انتوا بتتكلموا ازاي لما لما النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ولما القران يشوف هذا العنف الفظيع في التعامل مع القارورات يعني القوارير او من ينشا في الحليه يقول لهم ايه؟ هل يقول لهم من من بكره ممنوع واحد فيكم يمد ايده على مراته؟ هيسيبوا الاسلام هيجروا ايه ده؟ ده هيعصي علينا وده اللي قالوه فعلا الكفار ده هيعصي علينا زوجاتنا وهيقلب علينا اولادنا وهيعصي علينا عبيدنا والكلام ده كله عمل ايه ده هم درجات انت ما تجيش تتشدق وتكلم واضربوهن تعالى بقى كده تعالى حضرتك بقى شفت الحاجات اللي قبل كده شفت ها؟ اي 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 امثله النبي عليه الصلاه والسلام تعامل ازاي مع مواقف كان زعلان فيها من زوجاته. فالقرآن نزل بعقاب متدرج ولو انه برضو مش عقاب يعني ده مش ثواب وعقاب دي اساليب تحسين السلوك حتى في علم النفس بيسموها اساليب تحسين السلوك له ثواب وله عقاب لان العلاقة بين الزوج والزوجة لو دخلنا ثواب وعقاب يبقى انت كأنك في مدرسة لا مش كده ف... حكاية الضرب أنا كان في ليا بنت زميلة وكنا بنتكلم على موضوع الضرب ده وكنا صغيرين يعني كنا في إعدادي قالت استنوا أنا عايزة أوريكم حاجة وشالت القميص من على ظهرها وكان في قطع في ظهرها كده قالت أنا واخدة خمسة وعشرين غرزة عشان بابا حدف عليا سكينة راحت شرطه ايه ده؟ ايه اللي عملته طفله كان ساعتها بقى في ابتدائي يعني الحادثه دي من كذا سنه ايه اللي عملته طفله تستدعي ان يترمي عليها سكينه؟ ايه تسمعوا عن حاجات غريبه جدا انا بربي ابني بضربه مش عارف ايه بكهربه بايه بلسعه بال... ب... بلسعه بال... ب... بالمعلقه نعم نعم تتشوي في نار جهنم يا بعيدة أقول لك إيه بس تخيلوا لما أنا اتكلمت في حلقة من الحلقات عن العنف ضد الأطفال وتر... وتربية الأطفال والضرب والكلام ده واحدة بعتت لي مسج يعني فعلا بجد لو كان في إيدي كنت أطير عبر الإنترنت وقت زمارة رقبتها وهي قاعده عماله تقولي لي اربي في ابني ازاي ده ده مجنني ده جن مصور خمس سنين بس مش عارف ايه فلازم اربطه واضربه و... و... واكتر حاجه بقى اللي بترعبني اللي هي بتاعت اللسع بال... 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 بالمعلقه دي بتلسع ابنها بالمعلقه ليه ما ماما كانت بتعمل فينا كده انت وامك عايزين تخشوا نار جهنم لا يعذب بالنار الا رب النار ولا يعذب اصلا يعني يعني هل سمعتوا النبي عليه الصلاه والسلام عذب حد من الاسره بتوعه انه يموت اعدائه حاجه إن احنا في مساله حياه وموت وحرب ولو ما موتناهمش هم يموتونا دي في فرق في فرق من ان هو يقضي على اعدائه في حرب حرب فعليه ها لكن عمرنا ما سمعنا انه عذب حد والاحاديث المغلوطه اللي بتقولك مش عارفه علقها من ايه وعملها من ايه انا دورت فيها احاديث والله العظيم مكتوب ان ان في في سلسال الرواه غلط في في سلسال الرواه حلقه ضعيفه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عذبش ربنا سبحانه وتعالى ما امرش بالتعذيب الضرب تعذيب على فكره الضرب تعذيب فالبيوت اللي فيها اذى جسدي تجاه الام تجاه الاطفال تجاه الزوجه او احيانا الزوجه نفسها تهجم على جوزها عمرها ما بتكون بيوت عدله ولا بتطلع ناس عدله ولا اللي بيبقوا عايشين فيها اسوياء دول ناس مرضى نفسيين واحنا مش عايزين نبقى مرضى نفسيين إيه لو انتوا بتتفرجوا علي الفيديو دو وعندكم اولاد وعايزين تشوفوا تتعاملوا معاهم ازاي انا هحط لينكات لفيديوهات انا كتبت عن لماذا يسيء الاطفال الادب ونتصرف معاهم ازاي ولماذا يسيء المراهقين المراهقون الادب ونتصرف معاهم ازاي إيه في مليون حل وحل قبل الضرب ابننا اللي بنضربه النهارده وقادرين نكسره بالضرب. بكرة هيطول ويكبر ومش هيقبل الضرب وهو ده عشان كده تسمعوا الابن اللي ضرب امه أنتوا بتيجوا تقولوا اه ده الابن عاقد ضرب امه ما فكرتوش للحظة انه هو صغير امه دي ضربته انا متأكدة ان في اغلب الحالات دي في عاملين اساسيين في مخدرات وفي ان الابن ده تعرض للضرب وهو صغير ف... الاذى الجسدي نمحيه من بيوتنا لو انت بتضربي ولادك تمسكي الشبشب كده والبتاع ويطرقع والكلام دوة قولي النهار ده قولي النهارده خدي قرار انا مش همد ايدي على ولادي لو انت بتضرب مراتك خد بينك وبين نفسك قرار انا مش همد ايدي على مراتي واشوف طرق تانية واساليب تانية ان احنا نحسن العلاقة بيننا بدون ما يبقى فيها ضرب بدون ما يبقى فيها حاجة وحشة دول النقاط اللي انا كتبتهم النهاردة انا كتباهم من بدري بس اللي انا اتكلمت عنهم النهاردة ياريت تشوفوا الفيديوهات التانية وتكتبولي تحت في التعليقات ايه, ايه, ايه اكتر حاجة من هذه ال... ايه اكتر سر من هذه الاسرار اللي ناويين ان شاء الله تطبقوه انا شخصيا موضوع فهم المهارات الفرديه ده لازم أعمله ابديت شويه عندي لان طبعا مع ولادي لما بيكبروا مهاراتهم بتزيد شويه فانا يعني عايزه ازود اللود عليهم شويه لانهم دلوقتي خلاص يقدروا يعملوا حاجات كتير قوي <applause> اشوفكم بكره ان شاء الله